ايه افيق. طبعا الله يساعد نسائنا العراقيات، الله يساعدهم. طبعا كل واحد بينا ميزة، وميزة ضيفتنا لهذا الحلقة ميزة كلش راح تحبوها، امرأة فلاحة مثقفة غير متصنعة، حتى الصحف البريطانية من عرضت عليها انه تجي تعمل في بلدها ما راحت، لان تحب تخدم بلدها وتخدم قاعها. حقيقة يعني راح تنذهلون من تشوفون مدى أهمية هذه الحلقة وهذه المرأة. يعني شريد أقول لكم، ما يعني أريد أحكي الحكي كله بالمقدمة لأن عندي هواية حكي عنها، فراح أترك الكلام إلها، راح تشوفوها وراح كل شيء هواية تمدكم بإيجابية وراح تحبون هذا العمل. أبقوا يعني. ام عقيل سولفي لي بدايتك شلون كانت ومن يا عمر بالزرع والزراعه وهذا الشغل المتعب للمرأة. بدايتنا كانت بسيطه ست، لان كنا نشتغل بالخوص، اي مو بهيك تطور وبيوت بلاستيكيه، اي كان خوص سعف من هذا نسويه ونكمل عليه. كنا نسويه هو بانفاق صغار، اي ونزرع بيه طماطه بس. هاي بالبيت والده وياكم اي بعد يعني ايه؟ اخوتي صغار كانوا ويانا هم يشتغلون، اي ونكمل عليه بس شو نكمل يعني شو نسوي شويه بالخوص هذا؟ نزرع جواه طماطه بس هو جهه واحده مو مثل هذا البيت البلاستيكي. كم كان عمرك؟ انا تقريبا 20 هيك او 19 تقريبا، ايه؟ انا صار خمسه يعني تقريبا 30 سنه انا بالزراعه. قبل لا تتزوجين؟ قبل لا اتزوج احنا كنا متنقلين كنا ورا يعني ورا معيشه ابوي وين. زين ما كان موظف يعني ما اخذتيها من الوالده، اخذتيها من الوالد؟ لا من الوالد طبعا. اي اي يعني والوالده هم كانت اكثر. اي طبعا اكيد اكيد نزرع الشلب من كان المياه متوفره، اي حنطه وشعير كنا نزرع. زين بس انا اكثر شيء هسه تطور الزراعه تطورت بالبيوت البلاستيكي. زين سولفي لي على المراحل، على المراحل بعد الخوص وبعد بعد الخوص. قلت لك احنا من بايام الخوص يعني كنا بشتى الوسائل يلا نوصلها للنتيجه. صعبة. يا اما كلش صعبه يعني الخوص بعد هو صفحه واحده، هسه لا تطور من تطورت بالزراعه سوينا انفاق شيش من البدايه صغار. زين. بعدين ابو السته والحمد لله والشكر انه صارت بيوت بلاستيكيه. بيوت بلاستيكيه هاي بعد ما تزوجتي؟ اي طبعا. زين بديتي بالبيوت البلاستيكيه؟ لا بعد ما تزوجت وين؟ أي. يعني ما صار لي ب 2015 سلموني اول بيت بلاستيكي شعبه زراعه السمر كان عندهم متروك. اي فمن شافوا شغلي وطلعت لي الفرات بها. اي انطاني استاذ عامر كان رئيس شعبه. أي. سلمني بالبيت قال ليش هذا باقي هنا انطوه اياه. اي جبته زرعته. اي شو زرعين ام عقيل بهاي البيوت البلاستيكيه؟ اول بيت اللي استلمته من الزراعه زرعته طماطم متسلق. زين. اي كان النوع البذور مالته فرنسي. زين. والصنف مالته يسمونه وجدان لان هو المنشا واحد وجدان. والصنف واحد. أي. زين فذاك يعني صار نتيجته مو طبيعي يعني قدرت الزراعه ب 20 طن طماطم. زين وسمعت انه انت ايه يعني عندك همين خبره بالاسمده اكيد وبين سولفينا عنها. اي زراعه الاسمده العضويه هذيش موجوده عندها هسه هناك. ايه شو سويتي؟ حطيتها باكياس صنعتها صناعه جديده. انت صنعتيها؟ اي نعم. شلون تصنعيها؟ تصنيع الاسمده العضويه شويه راد له تفكير ويعني لازم تركز عليه. زين. اي لان يحتوي على العناصر ولازم الشمس حراره يتاخرها من 3 أشهر 4 بالشتاء. زين. و3 أشهر بالصيف يلا يتجهز بدايه بس غسل ويتغطى بنايلون.
زين تخلي بيه درجة الحرارة اللي مناسبة اللي هي ما تعبر ال 75. زين هاي شنو تعلمتيها عن خبرة دورات؟ شوفوا ست، شوفوا ست، احنا من اجانا الانترنت انا استغليته بهيجي شغلات اني بالخامس ابتدائي مدارسة. زين بس اشتغلت على الموبايل. بالموبايل على اليوتيوب؟ على اليوتيوب وعلى جوجل. شو تكتبين؟ زراعة حديثة، زراعة الطماطم، تركيب البيوت البلاستيكية اللي أنا أركبها بيدي. هاي كلها عن طريق اليوتيوب؟ طبعاً طبعاً أي. عن طريق بعدين على الإنترنت تجارب زراعية سويت 5 غير الأسمدة العضوية، يعني البراعم نقلتها من بيت خليتها أنفاق صغار بحيث يعني التجربة سوت ضعف البيت 10 مرات. ما شاء الله. من جت الصحافة البريطانية قالت إذا صحلك فرصة يعني للخارج تسوين تجربتك بالخارج، قلت لها لا ما وافق. قالت ليش؟ قلت لها بلدي، بلدي أولى. زين من أخذ أروح لأمريكا وأسوي التجربة هناك صارت 10 أضعافها. بس الشي جابوا عليه أكيد صحيح. فأنا لو أحصل دعم من بلدي أسويها ببلدي والحمد لله. أنا جاي أشتغل، أنا ما يعني ما موقفني كل شيء. يقل المي اشتغل بالتقطير. زين على مود ال عندك خبره بهاي الامور؟ اكيد اكيد اي نعم. منظومه دارسه إيه؟ عنها. زين دارسه عنها؟ اي موجوده إيه؟ موجوده دارسه عنها كلها اعرفها كلها. البيوت البلاستيكيه بس تعب. زين. تعب اي تعب، يعني بحيث لا ادخل بيه منها اطلع منك إيه؟ يعني تطلعين مي من الحراره لان هو يريد حراره. صحيح هو. زين شنو العوائق اللي واجهتك؟ معقلات كل واحد بينا يمر بظروف صعبه. اكيد ايه؟ اكيد اكيد ايه؟ وخاصه المراه ايه؟ خاصه المراه تواجه مشاكل. زين. وتبقى مشكله وياها يعني تمشي وياها بحياتها، اما مشكله ماليه، اما مشكله مجتمعيه، اما مشكله عائليه، ما بها مجال هاي الاشياء. بس الحمد لله يعني نقدر نتخطاها. تخطيتي المشاكل؟ اكثر مشكله واجهتك عائليه لو ماديه لو شنو؟ لا 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 عائليه ولا مجتمعيه الحمد لله. ايه؟ مجتمعي وعائلتي كلهم داعميني. ايه؟ بهذا المجال. بس الماديه. الماديه ايه لان احنا تعرضنا لكورونا تعرفين وخساره ونايلون ماكو. يعني انا السنه اللي فاتت استاذ نصير شمه ايه دزالي طن. زين نايلون أنا عندنا اتصال وياه، أنا عندي اتصال وياه، هو دعمني يسألني مشجعني، هو دعمني يشجعني. زين ومرة كرمنا همينا 2.5 مليون هم جبت منظومة وجبت شغلات بها. عندي بيتي عندني السنة اللي فاتت كرمناهن المحافظ. زين هن بالمحافظة باقيات. إيه وفشافني أنا يعني متأهلة إلهن. إيه عن طريق اللي يشوف العفو بالتواصل الاجتماعي يشوفوا فيديوهاتي. ايه؟ فقالهم اي مؤهله لهن شيلهم طهيا مع ما هن معقوشات جبتهن. يعني اكو عندي صور لورا وشيها تقولين شلون سويتين وشلون ركبتوهن هذن. بس انت بجهتي مثابرتي اكيد شي. اكيد والله والوالد وياي. ايه؟ وولد اخوي وياي لان تعرفين المراه مو ولدي شخص. بس شنو التوجيه؟ لا يعني انا جبت البيت ذاك قالوا تفشينه شلون هذا مهندس السواق. قلت لهم ما لكم علاقه، اخذ الصوره بس لو وجهيته. اجيت هنا ركبته قبل. انت ركبتي بلا مهندس وبلا شيء؟ ابد بلا مهندس ولا شيء. بس انت مهندسه وانت الفلاحه الصعيدين نخل سمعت. اي اصعد بس مو يعني كلش عاليه. ايه لان قبل كنت اصعد العاليه هسه ما قدرت. كنت تصعدين قبل؟ العمر هسه يختلف. ايش قد عمرك؟ 48. عمرك 48 سنه؟ نعم. هسه ما بيك حيل. قبل ايش قد عمرك كنت تصعدين؟ لا لا هسه انا الصبح يعني رحت اصعد لدنيته ابن اخوي ما موجود قصيتن. اي عادي بس النخله الطويله نخاف اوقع يعني هاي الناس شلون. لا سوى الله عليك اسم الله. اكو من يعينش من النساء لو فقط اولادك ووالدك؟ لا لا بنت اخوي اجت الصبح وياي. أي. والباقي عندهم مدارس هسه حاليا اجت مدرسه انا راح اتكون وحده انا. شلون تشوفين المرأة اليوم ومتاعبها؟ أنا أشوفك يعني قبل ما نبدأ البرنامج سولفتي لي قلتي المرأة هي تعبان أو لازم تتعب. أكيد ليش لازم تتعب؟ والعادة هو هاي الحياة هاي. إيه؟ إحنا هو أي إنسان يتعب بحياته. بس قلت لك المرأة دائما التعب عليها. شوفوا إحنا هسه ننظر من جهة المرأة موظفة أم بيت. إيه؟ أم أطفال. زوج. زين هاي كلها عليها يعني لو ننظر للمرأة يعني. زي. بس هاي كلش كافي عليها. صحيح والله العظيم. مجموعه من تروح اثنين عليها. اي خليها يروحن اثنين من ذني. هم تبقى لازم تبقى عليها الكاهل الاكثر المراه. زي.
من الأكثر يعني يا زمن، زمن السابق كانت المرأة تتحمل أعباء، لو هذا زمن، لو بكل الأزمان هي المرأة هي والله تتحمل بكل المسؤولية. الأزمان. بكل الأزمان أنا أنا أقول بكل الأزمان. أي. إحنا خلينا نكون على ثقافة دينية. أي. إنا جعلنا الإنسان في كبد، ما بها مجال. نعم. لازم الإنسان يكابد طول. نعم. حياته. صح. ماكو إنسان يعني تجي بحدها وما تجي شغله بدون انا ارد احقق، لازم نعمل ونحصل. إيه؟ ارد احقق طموحي. نعم. اقعد يعني ويجيني الطموح حده، اقعد وبس افكر. والله عندي مشروع بعد. شنو مشروعك؟ بعد عندي مشروع واحد اللي هو بيئي، يشمل البيئه يعني بيوت بلاستيكيه، احواض اسماك، منحل، كله مرتبط شيء بشيء. انا مخططته وقدمته للسيد المحافظ وقال ان شاء الله خير. من اللي يشاركش بالتخطيط؟ يعني انا بحد وحدك؟ زين، منو يكتب لك ويقدم لك؟ انت يوم تكتبين؟ نعم نعم. زين، تشوفين يعني أكبر. يعني لو عنده حاسبه اطبع، حتى انا اطبع، لان هسه كله على الموبايل وارسله للولد يكبر عليه يطبع عليه علي ويسحبه. اي يسحبه. تشوفين اكو قبول واكو يعني استقبال طلباتك بالمحافظه؟ اي ست، يعني يقولون ما انكر جميلهم، مو بس المحافظه حقيقه دعمتني محافظتي ومديرية الزراعة. بس المشكلة شنو ست؟ صلاحية ما أكل المحافظة. صحيح. ولا أكل مديرية الزراعة صلاحية. صحيح. وما مقصرين يعني لهم بصلاحية، ما مقصرين عني. بس أكو الأعلى منهم، الأعلى منهم، إحنا نريد صلاحية، ما يطون للمحافظ، يطون للمديرية مثل الزراعة. خلي الزراعه يعني، وانا قانون، اكو قانون، استاذ محتاجه هيك وهيك، يا بالقانون يقول انا حد 500. زين، ما اقدر انطى غيرهم. صحيح، فعلا قانون ما يقدر، ما يقدر يعبره. صحيح. فعلا ان شاء الله 500 انطاني اياهم. يعني ما مقصرين؟ اي لا لا، ما مقصرين. انت شنو اللي تطلبيه حاليا منهم؟ هو ما يعني طبعا انا اشوف ست، انا احضر ندوات، احضر اجتماعات. اي نعم. اي منظمات، لا اجت يعني توصى علي ست ام ايفان. تحضري مؤتمرات و لا لا مو مؤتمرات، لا مو لا لا مو المؤتمرات، ندوه يعني هيك دورات. وتشاركين؟ اي طبعا. تتحدثين؟ اي طبعا. الموضوع انا سمعت حتى يمكن اكو طلاب جامعه يجون يزوروك. اي صحيح، اي للمكان. اي يجون. اي اجوا طلاب جامعه من كنت هناك عبر الشارع. ما كان هنا مزرعتي. سبب جيتهم شنو؟ هم شافون على اليوتيوب، فشافوا يردون يستفادون. زين، هاي لا تستغربينها ست، انا اجت مهندسه قالت انا درست باسبانيا، سولفنا على شو اسمه العضويه، الاسمده العضويه هاي، قالت لقيت جزر بهيك سعر وهذا مضاعف سبع مرات. قلت لهم ليش؟ قالوا هذا بالاسمده العضويه وهذا بالاسمده الكيماويه. شنو اختلاف اذا كان بالاسمده العضويه وبالخال من الاسمده؟ لا شلون ست، هاي كيماويه يعني طبعًا. اسمها عليها طبعا كيماويه، هاي عضويه يعني. وبعدين هي الاسمده العضويه ترى هم تحتوي على نفس العناصر، هاي صناعية وهاي طبيعية. نعم. تكون بها طبعا طبيعية. اي فهاي تغذى التربة احسن من ذي الشهر. اي نعم. يعني هسه عندك الاسمدة مخلفات الابقار اجلكم الله. نعم. يعني 8 نيتروجين، 6 فسفور، يعني هيك شيء مكون مجموعة من العناصر. اي طبعا مجموعة من العناصر. الكيماوي ادست مردنا الكيميائي. ما فكرت تكملين دراستك؟ انا اشعر عندك يعني القدره والقابليه. جاي ادرس ست، هو جاي ادرس. انا اخر شيء سويت بحث عن الرغوه بالعسل. سويتي بحث عن الرغوه بالعسل؟ نعم. اي نعم، وناقشت ويا النحالين كانوا موجودين، بس مو ذاك النقاش، على مود انا اريد اناقشه بالكليه، واتفقنا ويا العميد. فتناقشي بالجامعه؟ بالجامعه. ايه؟ فودع علي خطيه بيومها مريضه، ما قدرت اروح. بعد انا تركت الموضوع، تعرفين مشاغل هنا وهاي، فمن افرغ انا اتجه هيك اتجاه. استاذه من افرغ اتجه هيك اتجاه طبعا. بس المشاغل هنا ست ما تخليني. صحيح. لان انا علي مسؤوليه، مسؤوليه كل يوم. ايه؟ كل يوم ياخذ الزرع ست، لان هي عيشتي هاي وعشت هاي. انت ماكو ولا واحد بهم موظف اخوتي. زين، ولا واحد، بس يعني واحد اكو عسكر. منتوج وتصرفيه وكذا وتستفادين منه. والله ست هي الفائده والرزق يم رب العالمين، بس ما يكفي ست، ايش يريد يجيني؟ صحيح. زين، احنا دعم ماكو، يعني قلت لك شيء، يعني انا النخله الوحده 6000 دينار المكافح مالتها، انا عندي 200 نخله. نعم. يعني بيش يصير انا عليه؟ صحيح. شوفي مليون، مليون و200. اي طبعا. لا اريد، لا اريد اشتغل، يعني هو شيء يجيب لي هذا تمره؟ لان ما مكافح، ما مكافح. اي صحيح. يعني يا دوبك قوه نحصلها المي حاليا. ماكو مي، انت اللي. اي انا عندي ارض
لا الشط احنا بصفنا بس لان هسه يجينا مي وكلها اي وكلها وجاي ما نزرع يعني الزراعه اللي كافيه. جيد يلا يلا خلينا نكمل مكان اخر. أوكي. ان شاء الله. طبعا الله يساعد المرأة العراقية حقيقة والله هذا الثقل والحمل والرجال تجي تقول لك هساعدنا المخرج شي يقول يقول تعال شيل البلوكات حتى اسم التبن ما يعرفه هاي شوفوا كل شيء ما يعرفه نساء أفضل. طبعا شلون نعرف اليوم المرأة العراقية مرأة مجاهدة ملهمة مرأة قدمت اللي ما عليها أو أكثر من تشوف اليوم الجهد واضح على وجهها وبكلامها بتعاملها حقيقة على رغم تعبها هذا وجهدها تشوفها اليوم هي مبدعة ومجدة وتعمل بشتى المجالات خصوصا اليوم الفلاحة كلش متعبة للمرأة يعني جهد يعني احنا كنا بالسابق نعتقد الفلاحة فقط يجدوها الرجال لكن اليوم المرأة العراقية بالسابق وإلى اليوم ما زالت محافظة على هذا عملها وعلى هذا تراثها. أم عقيل يعني المرأة اليوم وهاي المتاعب ما تخليها تحد من عملها ما تخليها تقصر من عملها يعني ما أحبطتي فد يوم قلتي كافي أنا تعبت. لا الحقيقة ما أعرف لأن أنا مو من النوع اللي يفكر مجرد أعيش نفسي يعني هاي هي أنا أفكر أكو إحنا عندنا نوبات نقول المعلم خرج المهندس وخرج القاضي وخرج فهو فأنا حتى المعلم أوكله إذا أنا أبطل زراعة وذاك همينة هذاك يبطل زراعة وهذا طيب ذولا أشياء يأكلون صحيح فأنا أبقى بالزراعة هي هي أصلا أنا أحب الزراعة زين. الزراعة أقل شيء يعني خلنا نأخذ منها أقل شيء ايه؟ تنطينا أكسجين صافي اشتغلوا وياي خبوا بس وحدي يلا سامي عبالي أنا بسرعة تعابي تعود يعني يعني لو نأخذ قلت لست بس هاي اللحظة منها أنت ايه؟ قاعدين يم النباتات ايه؟ تاخذ الهواء المو نظيف وتعطينا هواء نظيف هذا كلش كافي يعني هاي ما تستاهل الزراعه نبقى بها ليش نعوفها زين اذا وهي لا هي هي بيئيه اصلا بيئيه انت حابه هذا الشغل يعني حتى لو توفر لك عمل ممكن في مكان اخر ما تتركين هذا عملك يعني ممكن لا لا اكيد اكيد نشاطاتي ابدا ابدا ما اترك نشاطاتي تحبين انا حياتي الزراعه ما اقدر اتركها يعني حتى دراساتي كلها على الزراعه برامج زراعيه يعني حتى عندي قناه زراعيه احنا بالعراق ما عندنا قناه زراعيه قناه زراعيه مصريه متابعتها اي كلها اخذ حتى اخذ منها معلومات بس وين يعني من نبا علي انا اضوج من ابا وعلي ليش تقهرين اي لاني اشوف بالضبط اشوف ان ليش يعني القناه تدعم وتدعم الفلاح ويطلعون للفلاح وهيك وهيك احنا بالعراق يعني حرامات يعني ست انا طلعت فيديو قالوا فتاه امريكيه تزرع 50 دونم بطاطا زين تسالي لقيت الفتاه اصلا ما تشتغل بيتها الات كلها آلات. قلت لهم جيبوا لي اياهم وانا ازرع لكم 100 دونم مو 50 عافيه عليك والله العظيم ازرع خمس يعني ماكو نهائيا شالت فرغته بالبادره كله جاهز كله بس سياقه هي بس سياقه ايه؟ قلت لهم عمي جيبوا لي والله تردون 100 دونم 150 انطون هاي الالات اللي استعملتها المن تقولين المن تقولين جيبوا لي اياها قول للحكومه ايه؟ المن اقول يعني ايه؟ احنا عراقنا ندمر بالزراعه صحيح صراحه صحيح صراحه ندمر بالزراعه يعني الات ما عندنا وحتى لو احصل اله اني قلت لك داعمين يعني ماكو اليات حديثه تدخل للمحافظه اكو يعني موجوده يعني الحين اليوم من تقعدون ندوات من تلتقون بالمحافظه ما بس مو ذيك الالات ست اللي يدعمون بها الفلاح غاليه الثمن هاي وحده اذا اريد استلمها بالاقصاد يردون كفيل مني اقل شيء راتبه 1.5 مليون
وين الكفيل؟ زين الكفيل وين القي؟ اللي يكافل الناس واللي صحيح. ما يكفل، يعني الوضعيه تعبانه. صحيح. تعبانه مالت الزراعه، بس مستحيل اعوف انا مش مهما تتعب. زين راح اقول لك شيء وافاجئك به. يسموك مطشر صغير ليش؟ يقولوا لي طبيعتك مثل طبيعه والدتك. والدتك بشنو؟ اي باي شيء. وانا نشأت يعني وانا صغيره ووالدي دائما اشتغل. اي. متقربه اكثر شيء لوالدي لان اني الاخت الاصغر من الكبيره الثانيه يعني. زين. ولد ماكو كانوا كبار عندي. الولد من عندنا يعني من عندي واللي جوا اعمارهم. والله. انت الثانيه. اي فدائما كنت ابو وين يروح ابو يعني انا اعطيني هاي الحاجه سوي له هاي الحاجه هاي تعلمت يعني. وهسه يقول لي ولا ابو انت فقت علي، قلت له اكيد التلميذ دائما. بس يعني ابوك شي مثلك؟ مثل الاعلى. والدي مثل الاعلى، اول من دعمني هو. زين. واخوتي يعني اول من دعموني هم يعني اهلي منطيني الحريه الكامله. ينطيك القوه ان شاء الله. ينطيك القوه؟ اكيد اكيد. تستشاريه الى يومك هذا على الرغم انك اكتسبتي خبرته طبعا ويمكن فقتيه بس يمكن انت بعدش تستشاري اكيد أمور. اكيد. لا الاب يبقى. إيه؟ الاب يبقى هو الكبير ويبقى المستشار هو والدتي انا يعني والدتي يعني هيك بس اتمنى اباوع لحالك من تقول الله يوفقك يعني هاي الله. كلش كافيه احس الدنيا ما انت تعيلين العائله ام عقيل يعني ست خلينا نكون صريحين اخوتي يعني كلهم اللي سايق حفاره قلت لك ماكو وظيفه عندهم بس واحد عسكري صحيح والله العظيم ويوميا يجينا يقول اليوم استشهد صاحبي اليوم إيه؟ كلهم لا وظيفه ولا كل شيء حتى اخوي طلع على شبكه طلعت لان زوجته عنده راتب ما انطوه على الشبكه والقران وحاله حال هسه صاير هو اصغر مني بس لو شفنا تقولين اكبر مني يعني عيون يعني وياكم العائله لو شنو؟ اي طبعا عنده عائلتين عنده يعني نسوان اثنين هو اخوي ايه؟ متزوج واطفال هاي واطفال والله انا محجبين يا اهل النسوان الاثنين ست كل ظرف وظرف انا ايه؟ عادي ما استحي منها ولو بالكامل اول ما موجود كان سوينا ايه شويه مشاكل أكو لا 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 هو موجود كان سوينا مشاكل لا لا ماكو مشاكل ان شاء الله ظروف اكو ظروف الزواج حلال لا الزواج حلال بس احيانا الظروف المعيشيه يعني مو بس المعيشيه ايه يعني انا اشوف ظروف المعيشيه صعبه ما اقدر شوف احنا يعني. المجتمعات العشاريه ست ايه؟ عندنا المرأة لا توفى زوجها وبعد صغيره ما خلونا اهلها صحيح يم عيالها صحيح احنا مجتمعاتنا العشاريه هيك احنا متابعينها احترامات جل احترامي لعشيرتي اللي ما وقفت يوم بوجهي وما قالت لي تسوين هذا الشيء بالعكس من يا عشيره انت ام عقيل ال بدير ال بدير والنعم اي نعم نعم الله عليك ما وقفت بوجهك ولا يوم ابد ولا أي. وقف المجتمع كله بصوره عامه من عائله من بيت اذكر يعني من ابني وعائلتي اللي هي اخوتي ووالدي ووالدتي واسرتي اللي هي تتكون من ثلاث بيوت بيتي انا اعمامي كلهم ما وقفوا بوجهي بالعكس شجعوك بالعكس انا اروح ليهم انا مسويه شيء غلط قالوا لا ما مسويه شيء غلط روح ما لش علاقه حسيت نفسي من امشي بطريق هسه احسهم مياي اي احسهم كلهم مياي يمشون عافيه مو يخافون مني بس احسهم يخافون علي عليك اي يخافون عليك اي صحيح فدائما انا احسهم داير ما دايري ولد عمي اخوتي يعني يشجعوني ما عندهم مشكله يوصلوني لمن اروح لدي ندوه عندي فد شيء اقدمه او للمحافظه او شيء طبعا بالمناسبه انا قدمت شكر وتقدير مدير الزراعه استاذ صفاء اي فشاله هو خلاه فوق شو اسمه مالت الوزاره اي فوق الشكر والتقدير مالت الوزاره قالت للمهندسه ليش استاذ خليته هيك قال لان المواطن هذا حس بان اني ما مقصر ما مقصري طبعا اي ايه هذا فخر وسويت درع للسيد المحافظ همينه ايه وقدمته له عاشت ايدك اي احنا نعرف انه مو بس انا اريد تشجيع اي انسان يريد تشجيع طبعا حتى لو اكبر مني حتى لو اخر كرسي يا ريت الناس كلها مثلك حتى انا يحس بنفسه هو راضي الناس صحيح انا مواطنه بسيطه من قدمته له معناته يحس هو انه الانسان يشعر البسيط برضه صحيح يشعر برضا الانسان البسيط فيشعر برضا الله يرتاح نفسيته ترتاح عفي عليك يعرف يفكر احنا مو احنا نندبها كلها على الحكومه ست ترى الشعب هم نوبات انا لما افكر بنفسي عندنا هو قول ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر أو يقول خيرا أو يصمت. طيب أنا لا جاري أحاربه بحجار أو لا أقول خير ولا أصمت، ومن أكرم ضيفي يطلع أحكي عليه، شلون نعيش الحياة؟ شلون نعيش الحياة؟ إحنا لو بس ذن نكتسبهن من رسول الله اللي حكاهن كلش كافي، هو يعرفهن يعرفهن يعني أساسا لو نطبقهن صح، هو يعرفهن ذن كافيات على الإنسان لو يفكر بهن ويمشي بهن مدى بعيد، يعني مو كلها يعني هسه أبوع للناس ما لها علاقة بهيك الشغلات. صحيح أبوع الناس يعني والله العظيم أنا قمت أضوج قمت أضوج أقول ليش ما نثقف الثقافة الدينية؟ إيه الصادق عليه السلام قال لا تجعل يومك متساويان فإنه غبن. نعم. أجي لأبو المحل يقول له هاي هي صحيح، يقول له هاي هي عايش بي والله إيش قصر لك 20 سنة، أنت المفروض تتقدم طور يعني نفسي. هذا المحل اللي لازم هسه صاير سوبر ماركت صاير متجر عندك، يعني تتخيلين انه انت اليوم حتى احنا كاشخاص كمواطنين احنا ما بدنا نطور نفسنا ما بدنا نساعد نفسنا بالضبط بالضبط اللي يريد يغير من نفسه. صحيح ان الله لا يغير قوما حتى يغيروا ما بانفسهم. صحيح لا ما نغير من نفسنا ما يتغير كل شيء بالبلد. صحيح سولفي لي هسه بما انه ذكرتي انه الانسان لازم يتطور، سولفي لي كم نخلة عندكم وشلون بديتوها؟ انا ادري البدايه كلش بسيطه وكان كنتوا تضحكون بيها. اي والله كنا نضحك. النوى مالت القدر برمضان. ايش قد كان عمرك؟ انا لا كبيره عندي حتى عندي عقولي. اي بس اخوتي كانوا صغار، بس ابني هم صغير يعني تقريبا هذا الحكي قبل كم سنه؟ بالتسعين. اي اقل بعد من التسعين. اي فقال لهم ابوي قوموا يلا قوموا هاي اوراقي كان عندنا تراكتر قديم نشتغل به سواقه هو، وقال يلا قوموا شتلوا. فضحكنا قلنا له ابوي شنو يشتري؟ قال شتلوا هذا النخل النوى يصير نخل وتاكلون منه واولادكم تاكل منه. الله. فضحكنا كل احنا ضحكنا بذيك الساعه ضحكنا بس شوفي خير من الله زين انا بس هنا صعدوا ولد ولدهم قاعد يصعدون وياكلون ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا اخذت منك شو اسمه نوايتي، انا اكلت الزهدي وشويه حكيتي عليه طبعا بالفاصل اخذت اثنين عبالي هسه يزرعون النوى، عاد اخذت دا ازرعه بالحديقه عادي نزرع ست ويطلع بس اساكو امور حديثه احدث اي احدث هسه اي احدث هسه نسيجي احنا ما عندنا نوعيات جيده صراحه هو ما نتحلان قلت لك نسوي. طبعا الزهدي يدخل بصناعات متعدده اي يعني هاي بس تسوي حلان هاي النوعيه شنو هي هاي النوعيه؟ دقل يسمونه هاي بس حلان شلون اعرفه دقل؟ الدقل هو بيكشور هاي شوفوا باعوا قشرته هاي بالقشره اي هاي بالقشره هاي بعدين تنطبخ فتتغذى ايه؟ مو هي هو هذا الحلان تناكله حلان؟ اي مستوي بس يتاخر وهذا شوي وهذا اليابس هذا اللي شو اسمه نسميه احنا هسه الزاهدي. زهدي. الزاهدي يدخل بعملية صنع الدبس حلو الكجب الصاص ما شاء الله هم عنده حلاوة نسوي بيه احنا كنا مدقوقة بس هسه لا قد طور الوضع ما حد يقدر يدق بالجاون وماكو جاون هسه القرض صحيح قاموا يثرمونه وحال شوية سمسم عليه ودهن حر يصير اكله يعني تقدرين تنوعين بيه. هسه هاي انواع مختلفه يعني مو نوع واحد هاي؟ هي احنا عندنا تقريبا 3 انواع. شنو الانواع عندكم؟ زهدي هو الزهدي والدقل وبعد نوعين انا عبالي تقولين دقم لا دقل دقل اي اي النوع الثالث اي هو عندنا بس وحدات يعني بس الاكثر عدد هيك شيء زين عندنا وهذا شنو؟ الحجي قال هذا اللي يصير علف؟ ايه انا كلت وحده منه عادي مو؟ لا عادي هو هذا هسه كله هذا منه بس احنا نوخره لان مصور يضحك عادي هو كله نعمه الله يعني ايه لا اكيد هو شوفي خل اجلكم الله ترى هو نفسه هذا كله اكو ناس والله ست احنا خير هسه اي والله نفسي خير بنعمه اي والله احنا اكو ناس ما محصلته والله صحيح والله هسه حاليا الناس اكو بالعراق ما محصلته ترى اي والله ولا شبعانه منه صحيح لا لعتها بستان ولا لعتها فلوس تشتري وخاصه من اول ما اي والله صح اول ما هسه هذا شو يسموه هذا؟ هو هذا دقل هو بس هذا اي بس هذا ست متاخر ذاك ابو اللي قصر اي لا نفسه نفسه بس متاخر اي ست قلت له شنو مكافحه ماكو اسمده ماكو هذا وهذا الحيوان ياكله اي ياكله علف ياكله هيك على حاله علف اخضر طبعا يسمونه لان هذا ما يتاخر بس يتاخر تطلع رائحته ها جيد والله اي تطلع رائحته كريهه ما ياكل الحلال يعني تمام هسه نروح للبيت شويه يلا عيني يلا خلينا نطلع
شنو هندسه شنو تجيبين مهندس تقيسين ايش تسوين ما اعرف. لا لا احنا نروح سوالفينا حتى البيوت البلاستيكيه تشوفوش ايه؟ احنا نركبها هاي البيوت البلاستيكيه اي انت تركبيها هسه ايش راح تسوي الوالد وولد اخوي هسه القياسات مالتها هسه البيوت البلاستيكيه كلش حساسه زين فايش نريد احنا نريد هذني المصدات مالات النايلون ذني قياسات لازم بين واحد وواحد يعني شقد نقيس 50 ايه؟ نربط هذا هنا نقيس منه 50 نربطه هنا ايه؟ فنروح لهذا الثاني ايه؟ همينه نفس الشيء نسوي نقيس من جوا 50 ربطناه ايه؟ ونقيس هنا 50 نربطه في هذا السين يعني كل قياسات البيت البلاستيكي يختلف عن باقي الزراعات زين سوينا ست يلا سوي هات ليش لا اعطيني واحد موتني هذا كل ساعي ما في هذا هذا الزرع هذا قدم ايه يا ما يوم ست انسجام لا متعلمه ست انسجام برامج انا شفتها هسه شلون هيك تسويها؟ اي بالضبط هيك اي ما خربتها والله ما خربتها شوفي هيك محجيه اي هاي 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 شو عبالكم هذا اموت على الزرع انا هذا هو أيوه. هذا هو مشين هندسه كامله هندس. ام عقيل بين ارضها وزرعها وبين بيتها تعالوا يانا خلينا نشوف ام عقيل شلون تكمل يومها وحياتها البيتيه ام عقيل هسه احنا بالبيت نعم سولفينا بالبدايه انت قلتي لي انت اول بيت انبنى بالطابوق بهاي المنطقه سولفي لي شلون بنيتي كان ما عندك بيت وانا يعني ادري انه بيتكم تعرض الحريق والحادث سولفينا اول شيء عن الحادث اللي صار بيت البلاستيكي ست اللي تحمل بيت البلاستيكي اي بس ويا يما بيتكم والسياره سياره اخوي اي اي تعرض لحادث حشوا الزرع مالتي وحرقوا سياره اخوي يعني كانت مقصوده؟ ده. الله اعلم اكيد حاقد على الانسانيه كلها مو بس على الزرع على الزرع صحيح انا يعني كنت عايشه ويا اهلي هناك كان بيتنا طين طيب كان بيتكم ايه طبعا هي هاي الارض كلها ارض ابوي فانطاني قال ابني الى تردين ايه؟ وانا طلبت منه بالبدايه ابني وبحد لان ابني كبر ايه؟ ورده زوجه واجيت هنا بهذا المكان زين بنيت أنا أول, اول يعني انا يعني, يعني اسمع أول اسمع انه انت تلبخين وانت تشاركين اي بس ببيوت اخوتي بس اشتغل اي ببيوت اخوتك بس ببيوت اخوتي اي ما زين. اشتغل خارج بيوت اخوتي بسالفه اللبخه والشي يعني زين وهاي الشغلات عدد اولادك ايش قد؟ بس عقولي هو هذا المعوق بس عقيل اي بس عقيل هو بطل مو يعني اكيد اكيد بطل انا افتخر به افتخر افتخر به والله انا بالموصل للارهاب اكيد وفقد ايده اكيد والله وفخر شهاده تقديريه هاي احس انها ايده يعني لان ابني هو من بدايه حياته هو بطل قناص ابني اخذ 3 شهادات قناص هو اي قناص الحمد لله الحمد لله يعني فوجه كلش كان متعاون ويا يعني لدرجه قالهم انطوني بس نسبه 1% هسه اطير بالطياره اخذ الخارج اسوي ايده بس ما رمت يعني السالفه لان ايده صافها قنقري قبل الحمد لله فجاني الدكتور قال حجي ارد احكي وما اقدر قلت له قول دكتور قال ابنك لازم تنقص ايده ابنك لازم تنقص ايده قلت له منين كان مشاعرك بذيك اللحظه؟ اي هو سمع قلت له منين تنقص ايده؟ قال من قلت له من ناقصها. اي قال ليش؟ قلت له عاد ما ينتشر المرض. زين استعصل له فالدكتور ظل مبهور من قلت له ايش؟ قال شنو هالمعنويات هاي؟ قلت له هو مريض وانه انا اهبط من معنويات خليه يشتم الهواء خليه يشتم الهواء الف الحمد لله والشكر. اي انطى ايده بعينك الحمد لله الحمد لله والشكر وزوجته وانطى ما انطى للوطن هم وما قصر ويا وطنه عن ارضه وعرضه والحمد لله والشكر خل ايده كلها تروح بس لا يصعد لقلبه القنقري مالت ايده وكلها حقيقه كان مال بوقتها ست اي نعم لان 12 ساعه ابني بالطريق يلا وصل اربيل ماكو هيك شيء صحيح يعني لو كان مستشفى متنقل يمه راسا سواله وفعلا من عندها انا حكيتها الحكايه بالمستشفى بغداد انا صحيح. حتى دخلت وياه بعدين قبل ودوا لهم
مستشفيات متنقلة الظهر اجت بحسب التوهم، اكو شغلات يعني ينغفل عنها حتى لو حكومة، حتى لو رئيس، حتى صحيح. لو وزير صحيح. حتى اكو شغلات ينغفل عنها، ظروف صعبة صحيح. انا ابني ايده مال وان اربع ساعات ينتهي الدم، الله يساعدك. يبس فمن ان انفصلت ايده بقت شرايين مقطعة، يبست هنا بعد حتى لو يوصلها ما يمشي الدم. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا يعني الحمد لله بطل وشكر. ابني بطل الحمد لله وفخر. واكيد متعلم من امه هذه الشجاعه. يعني اريدك تشوفينا هذا مخطط عندك. ايوه مخططات مال مشاريع. بلا شوفي يعني احب انت تخططي. دائما احب اخطط مشاريع انا. إيه. هاي هنا يا ريت ولقيت لي مشجع اهلي وابني يشجعوني. يا ريت الكاميرا اريدها شويه قريبه. اقرا المكتوب ست عليه. لا بالله هنا احلام لا شنو لا تزال على الورق. ايه والله المعين المستعان. والله حسبي والله حسبي. الله احلام لا تزال على الورق والله حسبي. الله فعلا هن ما حققوا لاني ما حققت من انكش بس البيوت البلاستيكية لحد الان. وهذا شنو هاي مخططات؟ هو هذا المشروع. ايه ست هذا بس هذا بدون راسل. ايه بس التخطيط والكتابة مالك. هذا التخطيط. ايه هاي احواض مالت اسماك. هاي احواض اسماك. ايه طبعا هذا لحد البارحة كنت اسولف ويا جانا خطار ابن عمتي عنده قالب. قلت له ايش قد يكلفني؟ وانت تخططين؟ اي طبعا يعني كل انا اسوي هذه المسافة وكذا وهاي قياسات كلها يعني. أيه طبعا. انت تستفسرين عن القياسات؟ هي القياسات انت وهذه شنو هذه شنو هاي احواض نفسها؟ اي احواض نفسها بس بوياها مفقس. هاي احواض ومفقس يختلف عن المفاقس صغار يخلون بها الامهات اللي تفقس البيض والاحواض. هذه شنو؟ بيوت بلاستيكية. هو متكامل هذا بلاستيكي. لازم المشروع كله متكامل. انا قدمته وشرحته على ايش اسمه بالشاشة. نعم المنظمة الواح الخضراء كانت ومنظمة ايلاف ومدير نعم. الزراعة كان موجود. نعم. وشرحت لهم المشروع وقالوا ان شاء الله خير وشوفين انت. نعم تمام بالوعود. اي كرمتي من قبل شخصيات حكومية المحافظة سولفينا أنا أشوف شهادات نعم تقديرية نعم محتفظة بيها. نعم شان تكرمت من قبل السيد محافظ الديوانية. نعم شان الدكتور سامي جبار. ايه. بدعوة من الست إيمان قسم تمكين المرأة. نعم هي اللي طبعا كلش دعمتني وحقيقه هو بدون استثناء. نعم يعني هذه مجموعه من التكريمات. اي نعم هي كلها. هذه يعني ايش قد ترفع من معنويات الشخص اليوم؟ طبعا يعني انا اشوف من شخصيات عده يعني يسوون إيه مديريه يعني. زراعه الديوانيه لان هو الانسان من يتكرم يحس بنفسه حتى تعبه يروح يحس اكو انسان متابعه اكو انسان. احد العام الجمعيات الفلاحيه. اي نعم هاي من وين؟ منظمه نعم هاي دورة تخرج. نعم مال دورة. نعم اي مال دورة. تمام فهذه يعني تدفعك للامام معنويا. اكيد قلت لك هو واحد من يحس بنفسه اكو واحد يعني كانما يراقبه يتنوع على جهوده يتنوع يشجعه من يشجع احتياجي ويرجع للوراء. لا لازم يتقدم لقدام. صحيح لان التشجيع يرفع من المعنويات. صحيح. كل ما وصلتي له اكيد قلنا احنا بين البيت وبين الحياه ويا الزرع لابد انه اليوم اكو شخص يحل محلش بالبيت. عارفين اليوم الحياه البيت صعبه طبخ والاولاد تريد وكذا. نعم. فشلون انت توازنين بين حياتك العمليه وبين حياتك بالبيت؟ انا عندي ابني متزوج. قبل لا يتزوج شلون كنتي يعني؟ قبل لا يتزوج هو بالزرع والبيت يعني مرتبه اموري. انت تطبخين وانت؟ اي طبعا. ايه؟ انا اطبخ وكل شيء اسوي انا يعني بيت والبرة زين على ايه يصير. وهسه حاليا الحمد لله والشكر كبر البطل وزوجته موجوده يعني الحمد. عليه بس برا يعني نوبات. اي لا مو معقوله ما يعني فد مره نوبات مريضه ما تقدر خطيه نوبات مشغوله. نعم نوبات يعني حتى انت تقعد لك شوي من تشوفها تشتغل وحدها ما تقدر تسكت يعني. صحيح يعني شنو يعني انت شنو قاعده وهي تشتغل هيك يعني يساعدها بالبيت؟ اكيد يساعدها.
يا هو زوجها؟ ايه زوجها هو ايده واحده بس يعني والله يساعدها الحمد لله. يعني مال بيضه مال شيء يعني. صحيح. بس ما تخبزون بالبيت خبزين؟ كنت تخبز. اي انا اعرف اخبز. اكيد اكيد نعم. اطيب اكله تسويها شنو؟ اني؟ اي انا كل شيء اعرف اطبخ. اطيب اكله؟ يعني اكثر شيء انا المحشيات اكثر شيء. الديوانيه معروفه باكله معينه؟ ايه شنو؟ تاتشينا. تاتشينا؟ طبق السمك. حلو. شلون نسوي التاتشينا؟ كان قبل نسوي طابق وسمك شوي. بس هاي اكله قديمه حقيقه انقرضت هسه، بس هي كلش طيبه، واكو ناس هسه على طريق النجف يسوونها مطعم خاص لها. تسوون التاتشينا؟ ايه التاتشينا اكثر شيء احنا نستخدمه. اذا انت مبدعه بكل شيء. يعني مبدعة في كل شيء ما شاء الله عليك. الله يوفقك مثل ما توفقتي اليوم بتربية أولادك وصنعتي أبطال، توفقتي اليوم أنه تكونين مثال لمرأة عراقية جاهدت وحققت جزء من طموحها على الرغم من التعب، على الرغم من مطبات الحياة. فإحنا شيء بسيط نقدم لك اليوم، يعني نقدم لك هذا الدرع قناة الفرات ومن برنامج أنت، وهذا شيء قليل بحقك. اشكرك ست واشكر قناه الفرات على هاي الهديه الجميله. الله يسلمك حبيبتي. وحقيقه هذا يعني خلينا فعلا اتقدم للامام ان شاء الله تعالى، ما اتوقف. الله يحفظك. كل الشكر لك وللقناه وللكادر كلش، يعني كليته. هو انا احس يعني قناه الفرات حقيقه صادقه بكل ما تقول. الحمد لله والشكر. كلمه اخيره تقوليها للمراه العراقيه؟ والله ما اعتقد اكو كلمه اخيره اقولها للمراه العراقيه، لان المراه العراقيه يعني بمكونها بتربيتها بمجتمعاتها مصدية للحياه بكل طاقتها. ما توقفها مشكله، خاصه المراه العراقيه. كلمه تقوليها الحليمه منتشر قدامك مرايه، تقوليها لام عقيل الحليمه منتشر، شو تقولي لها؟ اقلها حليمه منتشر شو الزرعين تحصدين، ما دام الزرعين خير تحصدين خير ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الله يخليك. مثل ما قالت ام عقيل حليمه مطشر، مثل ما الزرعين خير تحصدين خير. فكل ما اليوم جديتي وتعبتي لا تكلين ولا تملين، ثابري واجتهدي وراح توصلين لطموحك. اذا مو اليوم باكر، واذا مو باكر بعده، على قدر طموحك وعلى قدر جهدك وتعبك راح تحصدين ثمرة هذه الجهود. نشوفكم على خير بحلقة جديدة. مع السلامة.